مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى وجمعتنا مع الفقرة الأخيرة في حلقتنا النهاردة. وزي ما قلت لحضراتكم هنتكلم عن موضوع مهم جدا وطبعا حضراتكم كلكم عارفينه ومتابعينه، وهو طبعا هوس الشهرة. وطبعا يعني ساعد في ده السوشيال ميديا، انتوا عارفين حضراتكم انتشرت بشكل كبير جدا في الأونة الأخيرة، ولكن طبعا في ناس بتحاول انها تستفاد منها بشكل كبير، ولكن للأسف في ناس تانية بتستغلها استغلال سيء. فلو جينا اتكلمنا النهاردة عن هوس الشهرة وازاي نقدر نسيطر على هذا الموضوع، يعني وهنتكلم طبعا عن الدوافع النفسية اللي بتخلي الشخص طبعا يعمل هذه الـ سواء فيديوهات او ايا كان علشان يحقق هوس شهرته، فحابين نتكلم عن ده اكتر. بيسعدنا وبيشرفنا في استوديو صباح ميل الكلام عن هذا الموضوع معانا دكتور ابراهيم مجدي، استشاري الطب النفسي. صباح الخير دكتور ابراهيم. صباح النور على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك، منورنا ومشرفنا في استوديو صباح ميل. نورك يا فندم. الحقيقة طبعا هو موضوع يعني كلنا متابعينه وكلنا عارفينه، والحقيقة طبعا يعني كويس ان احنا بنتكلم في هذا الموضوع علشان برضو يعني مشاهدين يكونوا على دراية اكتر ازاي يقدروا يعني يستفادوا بالسوشيال ميديا، مش انها توصلهم لطريق مسدود يعني. ولكن احنا لو جينا خصصنا كلامنا عن هوس الشهرة، وطبعا ده ساعد اكتر موضوع السوشيال ميديا وانتشارها بشكل كبير، حابين نعرف من حياتك يعني هل هوس الشهرة ده يعتبر مرض، ولا ممكن نقول عليه مثلا تقليد اكتر، ان هو مثلا واحد يحب يقلد مثلا حد يعني ربنا كرمه وبقى مشهور وبقى بيعمل فيديوهات كتير، فهل هو فعلا هوس مرضي ام تقليد في المقام يعني الاول؟ صوت مسموع كده؟ انا سامع حضرتك. حضرتك سمعتني في السؤال؟ اتفضل دكتور. هنا زي ما تقول حضرتك تقليد، هو تقليد اكتر. السوشيال ميديا بتتبع علم نفس الاجتماع، هي سيكولوجيه القطيع. واحد بيبدا بفكره بينتشر فالناس بتحاول تقلده. ساعات التقليد دوت بيبقى تقليد ايجابي، وساعات التقليد سلبي، بيقلدوه باي طريقه بقى من الطرق، على حسب امكانياتهم الماديه، على حسب قدراتهم الفكريه. هي المهم هم بيبقوا عايزين يبقوا زيه باي طريقه. فالسوشيال ميديا لما اتعملت بتلعب على سيكولوجيه القطيع. هي واحد ورا الثاني ورا الثالث يقلد بعض. وبتستغل حبنا الحاجات كلنا، يعني في ناس بتحب الشهرة، في ناس بتبقى عندهم زي ما حضرتك بتقول لدرجة الهوى، بتلعب على الجزء من الناس دوت، بتحقق لهم الحكاية دي، بترضيهم ذاتيا، في نفس الوقت بتحقق دخل مادي لبعضهم. بقى في سوشيال ميديا مرتبطة بتحقيق دخل مادي، فبقى انت عندك عنصر محفز كمان، دافع اكتر، انت الدوافع عند الشخص بتبقى ايه؟ دوافع للماده، تحقيق الماده او تحقيق المكسب، فبقى انت عندك الاثنين، انت بتحقق ماده وبتحقق مكسب، بتحقق ماده وبتحقق شهره، وبتحقق جدل حواليك وامكانيات بسيطه، ما انتش بتعمل اي حاجه غير فيديو لا يتعدى الثلاث اربع دقائق، وفي فيديوهات ما تتعداش غير الدقيقة، يعني يا دوبك بكاميرا موبايل بتقدر تلاقي نفسك في يوم وليلة بقيت معروف وبقيت ترند وبقيت الناس بتتناولك. فكل فديات بتاعتي بتبقى عدوى للأشخاص، لأن كل واحد عايز يقلد التاني في الحكاية دي، حتى لو هو مش مثلا الشهرة مش في دماغه قوي، بيقول لك إيه، استسهال الشهرة، لما بيلاقي مكسب سهل فأنت إيه دماغك تبتدي تشتغل. طب اشمعنى غيري؟ ما هي العملية سهلة، يعني في ناس ما كانتش في بالها تويتر ولا تشير ولا بتاع، بس ايه قالت لك ده فلان عمل وفلان عمل وفلان عمل واتشهروا وحاجات بسيطة، يقول لك بيعملوا حاجات سهلة ايه، هو صوتهم وحش وبيطلعوا، دمهم تقيل وبيطلعوا، طب ما احنا كمان ممكن نكون احنا دمنا اخف، هم بيفكروا كده. انا بفكر لك ايه بطريقة اللي هو الشخص اللي بيبقى ناوي يعمل الفيديو بالظبط، بيقعد يفكر كده، طب ما هو اللي غيري اقل مني امكانيات، انا ممكن اكون احسن، ممكن يكون دمي اخف، انا ممكن يكون شكلي احسن، طب ما جرب جت معاه، حصلت حاله من الجدل عواليه، يا سلام ينبسط،
واحنا للاسف بنعمل ايه؟ بنعمل غلطه كلنا بنسقط في الفخ، احنا يعني بنركز على الشخص اللي عمل الحاجه السلبيه او الفيديو السلبي وبنقعد نضخم فيه ونقعد نتكلم عليه يومين وثلاثه واسبوع، فده بيغريه اكتر انه يكمل مش يتوقف. يعني المفروض حل التجاهل اول، ان بص ايه التفاهه اللي بتتعمل دي؟ ما تناولهاش اساسا ولا اتكلم عليها، لا هنا بيحصل ايه؟ ان الناس بتقعد تتكلم عليها واحد ورا الثاني ورا الثالث، فيحسسك ايه؟ خلاص الشخص انا بقيت كمان مش مشهور، انا بقيت مهم، ده الناس بتتكلم عليا في كل حته، ده البرامج بتجيبني، ده انا بقيت نازل في المواقع كلها، ده بقيت الناس مستنيه اخباري، بقى في حاله ايه؟ ناس تخش ضد وناس تخش مع ناس تخش تشتمه، ويبقى ليه انصار ويبقى ليه اتباع، وهو ما عملش حاجه يذكر في الاخر، هو ما عملش انجاز او عمل يذكر، ولقى نفسه في يوم وليله مشهور. مشهور. طب يا دكتور امتى يتحول بقى اللي حضرتك اوضحته ده الى بقى يعني مرضي؟ يعني اذا حضرتك قلت في الاول بيقلد، طب امتى بقى يتحول لمرض؟ يعني برضه علشان الناس تاخد بالها لو بتبدا بحاجه زي كده انها بتقلد، ما يتطورش معاها الموضوع ليوصل لمرض يعني. فامتى بيتحول لمرض؟ لما يعمل بقى يفضل يعمل فيديوهات كل يوم ونفس الرخامه ويتشتم اكتر، كل ما يتشتم اكتر ينبسط، يخش في مشاكل ومكمل نفس الحكايه، ويبتدي بقى لو عمل فيديو ما يحققش نجاح كبير يتعب نفسيا، ويبتدي بقى ما يهتمش باللي حواليه، ويبقى كل شغله والشاغل هو الموضوع ده واسرته في الضياع. يعلي من سقف الاسفاف لدار، يعني يطلع قلع هدومه، المهم ان هو ايه عامل الحكايه. يعني مثلا ايه بيبدا باي حاجه بسيطه الاول، لا بيبتدي بقى يبقى ايه في سفه في الطروه، فده يعتبر السفه ده يعكس مرض، ان واحد بيعمل حاجه مش مقبوله مجتمعيا يعني ولا اخلاقيا ولا شرعيا عشان يظهر قصاد الناس، فده يعتبر مرض، مش مثلا ايه حاجه خفيفه تعدي، او لا يبتدي يخش في ايه حاجه خارج النطاق، او يبتدي يتكلم في حاجه جدليه جدا، حاجه بقى ايوه وهو ما يعرفش ساعات يا دكتور، ساعات في ناس تقول مثلا تحب انها يعني تقول حاجه خارجه او حاجه مفتعله علشان الناس تبتدي تركز معاها اكتر يعني، وطبعا دي ممكن اشاعه، ممكن، فعشان كده بنقول برضو مش كل حاجه نسمعها ونقراها نصدقها يعني. اشاعه، موضوع جدلي وهو ما بيفهمش، موضوع جدلي ديني او موضوع جدلي طبي وهو ما بيفهمش فيه، بس علشان ايه يحصل سبوت، عليه فيعمل اي حاجه. هنا بقى ده ببتدي اخف عليه انه مريض فعلا، او ان عنده اندفاعيه، او عنده عدم قدره على التحكم في افكاره، او الهوس سيطر عليه بقى. ايه هو تعبير هوس؟ يعني الحاجه الزائده عن الحد او المألوف، يعني نشاط زايد، كلام زايد، فكر زايد يصل الى درجه الجنون. يعني بص ايه الجنان اللي يعني بالبلدي كده، ايه الجنان اللي بيعمله الشخص ده؟ هنا بتصل لمرحله المرض ومستمر بقى، يعني مهما يتعرض للنقد مستمر، ده كل ما تنتقده كل ما يزود الاسفاف اكتر عشان يفضل محافظ على نسبه المشاهدين، ويبتدي بقى يتعامل كانه مهم وكانه مشهور، ظن انه مشهور بقى ومؤثر، وينزل يبص للناس نظره مختلفه، وعايز يتعامل بطريقه مختلفه، ويفتكر نفسه بقى نجم، فيأثر على حياته وتعامله حتى مع المقربين منه، لان افتكر نفسه بقى نجم بقى ومعروف، والناس بتحبه او الناس بتتكلم عليه، رغم كده ان هو مجرد ترند طلع، ويبتدي يبقى ليه اتباع، ويبقى ليه ناس معاه وناس ضده. ديت برضه غلطه احنا بنعملها مع الاشخاص دي للاسف، ان احنا سواء ندافع عنهم او سواء نهاجمهم، هو حلهم التجاهل، يعني ما تحققلوش نسبه، او تخش تتفرج عليهم، ما انت بتخش تتفرج عليهم حتى لو انت مش طايقهم او عايز تتعرف، بتحقق نسبه
الريت انت كل مشاهده بتتحسب يعني، واللي بيتفرج عليهم مرتين وثلاثه في اليوم انت كده بتديله بتوصل له لرقم مليون مشاهده اللي هو عاوزه. ساعات بيقول لك انا الحمد لله وصلت للمليون مشاهده، بتحقق له فكره الادمان اللي عنده، ما هو مدمن بقى، مدمن الحكايه للاسف. فانت المفروض تتجاهله، ما تفتحش الفيديو خالص لما يلاقي النسبه بقت من مليون نزلت بقت 10,000، وال 10,000 بقوا 1,000، وال 1,000 دول ما فيش حد بيتفرج، خلاص ما هيبتعد عن الحكايه دي، او هيقلل، او هيبتدي يفكر جدا يقدم محتوى اخر محتوى مختلف.